السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المطلوب كالعادة أنكم تشاركوا هذا البث المباشر. طبعا نظن الكل تابعتوا الخطاب تاع الفريق أحمد قايد صالح وزيارته للحرس الجمهوري والتقائه بالفريق بن علي بن علي. المهم في مجمل الخطاب إشارة مهمة أنه فيه خطر كبير على الجزائر، وضرورة الالتحاق أو الالتفاف حول المؤسسة العسكرية وتأييدها أصبح فرض عين وليس فرض كفاية، يعني على كل الشعب الجزائري أن يلتف حول المؤسسة العسكرية وأن يؤيدها وأن يعمل بتضامن كبير معها ويوعي الشعب ويقف أمام كل المحتلين وكل الانتهازيين وكل الملفقين، لأنه هنا الآن راه الأمر أصبح الضربة راح تجينا من الناس اللي راهي لابسة الأقنعة نتاعنا، اللي لابسة الأقنعة الباديسية النوفمبرية. كاين ناس راهي اخترقت الصفوف نتاع الباديسيين النوفمبريين وراهي قاعدة تشوش في داخل الصفوف نتاعنا، وراهي حابة تقسم الصفوف نتاعنا وتكسرها، ومن بعد تضرب المؤسسة العسكرية اللي راهي حميتنا واللي هي ردة الاعتبار للشعب الجزائري بعدما أهين من 30 سنة وأكثر. تمت إهانته وتم ظلمه وإباته و إلى آخر ذلك. إذن تبعوا الخطاب نتاع الفريق أحمد قايد صالح وشوفوا مليح وميزوا تفهموا واش كاين بالضبط. هذه واحدة. اثنين، بالنسبة للموضوع اللي تكلمت عليه بالأمس وقلت لكم باللي أنا أشرت يعني بصفة عامة على العبارة اللي ذكرها الفريق أحمد قايد صالح وقال نحن نستبق النوايا، فهذا اليوم نوضح لكم أكثر في عجالة ونقول لكم المقصود من وراء ذلك هي قوة المخابرات الجزائرية، قوة المخابرات الجزائرية التي طبعا تحت قيادة الفريق أحمد قايد صالح ومن معه. فالآن اتضحت أنها استباق النوايا، أنه يعني المخابرات نتاعنا وجهاز المخابرات الجزائرية قبل ما تبدأ الناس، قبل ما تنوي الاستباق هنا، قبل ما ينوي لنا الشر ويديروا لنا خطة وينوي باش يديروا لنا خطة، تكون الجهاز المخابرات الجزائرية النظيفة الوطنية فاقت بهم وفهمتهم ودرس وين رايحة العقلية نتاعهم. طبعا هذا بطرق تكتيكية وهما يعني من الواقع، من الاتصالات، من التواصل، من أمور كثيرة تخلي المخابرات نتاعنا لأنها دائما فاطنة ودائما حريصة تخليها على بالها العدو وش حاب يدير. هذا وش حاب نقولكم، استباق النواة يعني وش ناوي يدير، مش حتى يديره، وش ناوي، مش وش رايح يدير، وش ناوي برك في راسه، وش حاب ينوي. استبق النوايا يعني قبل ما ينوي احنا نفيقوا به وش حاب يدير، فهذا مهم جدا. اذا فضلا على اننا عندنا مؤسسة عسكرية بقيادة وطنية محنكة، ايضا عندنا جهاز مخابراتي على اعلى مستوى من الفطنة والحنكة والاحترافية. هذا بالنسبة للنقطة هذه. اسمحوا لي انا كنت راح نتكلم دائما في امور لي مهمة، ولكن للأسف تحدثنا اعتراضات يعني او تصرع امور عارضة تضطرنا باش نخرج على الموضوع الاصلي ونروحوا نتكلموا عليها لانها هي تشوش على الموضوع الاصلي. يا جماعة انا اليوم ما حاش نذكر الاسماء، والناس اللي راي تسمع فيا واللي راح نتكلم عليهم وهما عارفين نفوسهم، اليوم هذا اخر انذار، واليوم ما راحش نذكر الاسماء نتاعكم. الا كان استمريتوا في طرقتكم العربيدية فرايحين تشوفوا ردة فعل اللي ما حاش تعجبكم اكيد وحتما. المهم انا في يوم من الايام في طبعا احنا عندنا في البريد نتاع الماسنجر تاع الاحزاب نتاع اعضاء الحزب تاعنا والقياديين وكامل، بعث لي احد القياديين بعث لي رسالة من شخص من بومرداس، قال لي يا استاذة هذا راهو بعث لك من بومرداس راهو يقول لك ان فلان الاعلامي فلان، زعما اعلامية وما اعلامي ما والو، بصح دوك نحكي لكم القصة تاعو. الاعلامي فلان راهو حابك تتصلي به ولا عطيه الرقم نتاعك يتصل بك. رديت على الادمن انا قلت له يعطينا الرقم نتاعو ونتصلوا به واعطيه تاعنا.
واش يكون هذا؟ قال لك هذا انسان اعطاني الاسم الرابع، وشفت لي لايف تاعو، شفت كلكو لايف، شفتو قاعد يهضر على الجيش ومساندة الجيش ومش عارفه يعني حاجات زي هذه. قلت له معليش اعطيه الرقم تاعي، واعطيه الرقم تاع المستشاره تاعنا الخاصه، واعطيه ايضا ويعطينا الرقم تاعو. كي عطانا الرقم حولت انا المعلومات نتاعو للسيده المنسقه العامه، قلت لها شوفينا مع السيد هذا. كي عطيت لها الاسم، هنا عاده يعني السيده هذه مشكوره دائما انني كي نطلب منها حاجه تنفذ طول. هذاك النهار نشوف الصوت نتاعها في الهاتف متكان اسمه كذا كذا، وهي قالت لي استاذه هذا ما انا ما نحبش نهضر معاه يا استاذه. تعجبت انا، اول مره نقولها هضري بتصلي بانسان وتقول لي ما نهضرش معاه. قالت لي يا استاذه انا ما يعجبنيش. قلت لها راك فما يعجبكش، راهو في الخط السياسي نتاعنا، راهو معنا، راهو مؤيد في الجيش، احنا يا اخي اللي ايدوا الجيش نمشيو نتكاتفوا الجهود ونلموا الشمل. قالت لي يا استاذه انا رايي عطيته لك، انا قلت لك شوفي واحد اخر يهضر معنا، هذا الانسان ما نهضرش معاه، ولكن انا كي تسمعي فيا سيده تقدري تاكدي الكلام هذا، ربي يجازيك. قلت لها معليش، قلت لها احنا دوكا نحسنوا الظن بالناس، ومادام كاني دخلت للرابط نتاعو، دخلت للصفحه تاعو، حساب نتاعو، لقيت راوي يعني مساند للجيش ومؤسسه للجيش وفي التيار الوطني، احنا ماذا بينا نلموا الشمل نتاعنا، رانا مفرقدين. قلت لي واش نقول لك استاذه، مادام اصريتي نتصل به نتصل به، نزولا عند الطلب نتاعك، انا لو كان ليا انا ما نتصلوش به وما نتعاملوش معاه. المهم اتصلت به، هضرت معاه، ما هضرت معاه، قلت له انت فلان، قال لها هي، قلت له انا فلانه من طرف فلانه، وراك اتصلتوا بينا وطلبتوا رقم الهاتف تاع الاستاذه باش تواصلوا معها، انني اتصلت بكم بامر منها. قال لها انا ما اتصلنا بكم، ما طلبناكم، ما والو. ديجا بدا ينفخ في ريشو اللي ما كاش. قال لها انا ما اتصلناش بكم. قلت له سبحان الله، ها هو الرقم احنا منين جانا، ها هو الرقم اللي اتصل بينا وهو اللي عطانا رقم الهاتف نتاعك، احنا اتصلتوا بينا. المهم هضرت معاه واش كتب ربي، وعاود كلمتني قالت لي يا استاذه راني قلت لك، قالت لي ديجا مع الاول كي قلت له اتصلتوا بينا وتحوسوا على الرقم تاعنا، قال لك احنا ما اتصلنا بكم، ما شفناكم، ما ريناكم، ما حوسنا عليكم. قلت لها انا معليش ما يهمش، قلت لها راك تعرفي ناس يحبوا خلينا من هذا الامور، فوت دي فيتيليتي ما تركزيش عليهم. قلت احنا المهم لم احنا اكبر من ان احنا نبقاو نتحاسبوا شكون اللي عيط للاخر، شكون يتصل بالاخر، شكون ما اتصلش بالاخر. قلت احنا يهمنا الهدف وتحقيقه، ما علينا. قالت لي خذي راحتك يا استاذه انا عطيتك رايي. المهم بعد ما اتصلت به هي وتكلمت معاه، بعدها بكذا كي قعدت واحد الوقت لقيت وقيت هكا، عيطت له، هضرت معاه، قلت له اتصلت بك سيده كذا كذا، قلت له بنت طرفي ومنا ومنا. قلت له معليش انت قلت لها باللي مش حنا اللي حوسنا عليكم، قلت له حنا نحوسوا عليكم ما كاش مشكل، معليش. قلت له حتى ولو كان حنا السيده هو اللي حوس علينا باش نتصلوا بك، بصح معليش اعتبرنا حنا اللي حوسنا عليك، واش هو مشروعك؟ قال لك حنا مع المسعى تاع الجيش وكذا، وحنا نوفمبريين، وحنا كذا، وحنا منا ومن هي. يلاه قلت له معليش على بركه الله. تحب قلت له ندير لك موعد؟ قال لي ديري لي موعد في اقرب وقت. قلت له تحب تجي اليوم العشيه؟ راح مرحبا بك. جا وجا في وقت متاخر، وجاب معاه الزوجه تاعو ولادو، ومعاه ثلاثه صحاب. صحابو هذوك كانوا مازالوا ما دخلوش، لكن هو والزوجه نتاعو دخلوا. ما علينا، استقبلناهم، رحبنا بهم، اكرمناهم، سمعنا ليهم. الصور راهي موجوده، لان احنا خدينا الصور احنا، لانه في المكتب نتاعي كاينه كاميرا تسجل الصوت والصوره، يعني اي واحد يجي عندنا راهو كلشي يتسجل. قال لي هضرنا واش الجلسه واش كان فيها كامل مسجل من بدايه اللقاء الى نهايته. درنا تفاهمنا سي بون. قال لك حنا رانا حين نديرو مشروع اعلامي، وهذا المشروع الاعلامي رانا عرضناه على الناس، والناس راهي جابت لنا خيولات كبيره وعرضت علينا اعانات كبيره. طبعا انا نعرف الكلام اللي صحيح واللي شويه شويه واللي مش صحيح خلاص. وقال باللي كاين جماعه تاع لونساج هذوك راهم جابوا لوتي، يعني جابوا الماتيريال هذا، وراهم قاعدين مساكن ما لقاوش كيفاش يديروا به. احنا نديروا مؤسسه وكذا، ورايحين نديروا حزب، ورايحين نديروا كذا، وش حكايات بزاف.
وديجا هذا اللي يجي يبدا لك يقول لك ندير حزب وندير منظمه وندير منتدى وندير مؤسسه اعلاميه وندير 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 وندير، وهو يقول لك انا ما كانش عندي حتى حاجه. ف هادو الناس تلقاهم يسبقوا سي دي جون بيرتوربي هكذا، مهم يوصل وخلاص. بس انا ما قلتش عليهم، قلت لهم طيب واش هو المشكل نتاعكم هنايا مادام عندكم الماتيريال كما راك تقول، واش هو الاشكال نتاعكم؟ قال لك الاشكال نتاعنا ما عندناش مقر، حنا مشكلتنا في المقر. قلت له اعتبر الحل المشكله هذا محلول عندي مقر عليا. زيد قلت له واش تاني؟ قال لي هكذا بالك دوك نشوف واش زيد خصنا. قال لي خلاص كي عطيتينا المقر سي ديجا حليتينا مشكل كبير، وين نتلاقاو وين نجتمعوا؟ قال لي انا راني اللايف نتاعي كي نديرو حتى نرقد الاولاد تاعي اللي نسكن في الضيق، حتى نرقد الاولاد باش ندير اللايف. وقال لي واحيانا قال لي نروح ندير لايف في السياره اللي ما عنديش وين ندير لايف. قلت له انا نوفر لك اف 4 دير فيها اللايف، دير فيها الاجتماعات، دير فيها واش تحب، المهم اخدموا برك المشروع الوطني انه فومباري الباديسي على بركتي. قال لي بصح استاذه انت يا يقولوا عليك بلي ما تحبيش القبائل، وانا قبائلي وزوجتي قبائليه، وما نقولكوش من جهه باش هكا مانيش حابه نذكر اسم الشخص، لكن لو ما يحشمش ومن القدام ماني نروح معاه العداله المحتال هذا. قال لي هكا، قلت له يا اخي شوف، قلت له لك انت تقول انا اعلامي ومثقف ومنه وما فهمش الهضره تاعي، ما تقدرش نمشيو في طريق وحده. انا ماشي ضد القبائل، انا راني ضد الخونه من الزواف. الاغلبيه موجوده صح من القبائل وجماعه الماك، وكاينين اللي انتشروا في بعض الولايات، فماشي بينا ها من القبائل ها هو. قلت له جماعه معايا قبائل من نهار اسس الحزب وما معايا، ما كان مشكل حتى مشكل بيني وبينهم. لو كان قلت له كنا على بالنا بالموعد نتاعك من قبل يعني، وكان سبقنا يعني سبقناها بنهار ولا يومين، كنت عيطت للقبائل اللي معايا في المكتب الوطني تجي تشوفهم وتعرفهم ويهضروا معك حتى بالقبائليه. قلت له ماهوش مشكل مع القبائل، المشكل راهو مع الخونه، واني نهضر فيها مع الشرديمه الخائنه البيزا الوندالية جماعه الماك اللي طلقوا علينا مجانينهم. ايا قال لي مليح اتفقنا اتفقنا، دخل عليا بهضره على تعدد الزوجات وباللي لا بوليغامي ويأيدها منك تعرفوا طبعا، باش انا نرتاح له ونقول باللي راهو ماشي في الطرح نتاعنا ومليح ما علينا. هضرنا اللي كتب ربي. قال لي صحابي من برا معليش يدخلوا. قلت له يتفضلوا. جاوا صحاب، واحد من الصحراء واحد من بلاد الاوراس وواحد من الشرق الجزائري. حكينا هضرنا منا، قالوا شفت راني قلت لكم باللي السيده راهي ناس ملاح وهك وهك، وهما ناس ضالبينها برك ومنا ومراه محترمه. جا ولدي كان قاعد معايا هضرنا حكينا منا من هي سي بون. واش صرا؟ ايا على بركه الله. قلت له شوف انايا مرا فحله وكلمتي بارود، ولا فت ومديت كلمه ما نرجعش على الشخص. قلت له خطيت كلمه، قلت لك نعطيك ابارتمون تخدم فيها تبدا فيها المشروع نتاعك وعلى بركه الله، لكن انا عندي شروط. قال لي واش هي؟ تفضلي. قلت له الشرط الاول ان هذه القناه تخدم الاسلام، تخدم اللغه العربيه، ما تضربش حزب العدل والبيان والزعماء نتاعو ابدا ولو مناوره، ماشي مره خلاف تقول لي راني ندير في مناوره. حزب العدل والبيان خط احمر، رئيس حزب العدل والبيان وقيادات الحزب خط احمر، الاسلام خط احمر، العالم تاع الجزائر عالم واحد، اللغه العربيه وعلم الشهاده خط احمر، ما تدخلوا عليا حتى حاجه اخرى خارج هذا الاطر، ومن بعد نتوما احرار تحب حتى نعاونوكم بخبراء وبناس في عده مجالات. وبديت نعطيلو في بعض الناس اللي قدروا يعاونونا. اتصلت بالناس نتاع الاطباء اللي رايحين باش يعني يوجهوا الناس في حصص مميزه، ماشي طبخ ولا لا، هي حصص مميزه كيف تعالج نفسك عن طريق التغذيه الصحيحه. كاين اطباء حسب الطبيب الطب الجديد. اتصلت ديجا انا بالناس، انا مراه عمليه اتصلت حبيت نعاونهم، وقلت لهم نعاونكم في السبونسور يعني نشوفوا لكم الناس اللي يعطيكم الاشهار وكامل خدموا برك، ديروا سجل وديروا
ديروا يعني الوثائق اللازمه وعلى بركه الله. قال لي ما عندناش تجهيزات. قلت له روح، انا احنا عندنا مكتب ومجهز، روح حز التجهيزات اللي تعجبك منه ديها، اديها لهاد الشقه وخدموا على بركه الله. شويه هكذا زدت هضرت لهم، قلت له نزيد نزيد ن ن ن نزيد ن نسهل لكم. قلت له هاد الشقه تحت امرك، حتى كون تحب باش دير استوديو كبير ويكون ناجح، ولا دير دو استوديو، ولا تقدر تفتح البيوت على بعضها، ما عنديش مانع. انا ما اني مسخره رزقي لله لله، والله على ما اقول شهيد، اني نيتي كانت خالصه لله. قلت له متخممش، خلاص. الغدوه من ذاك رجع لي، درنا اجتماع واحد اخر بيناتنا، قلت له ها نعاودو ناكدو على المبادئ، بالك دور عليا في المبادئ. انا كون دور عليا في المبادئ راني ما نتهمش معاك، ما تقيش المبادئ اللي اتفقنا عليها روحك حر، انت المسؤول، انت كلش. الحقيقه انه السيد سالني قال لي يا استاذك كيف حتى درتي فيا ثقه هكا كبيره. قلت له يا ولدي درك انتما جيتني وجيك جيتني بك بالعائله تاعك والزوجه تاعك ووليداتك، ما نظنش تدخلوا ديار الناس ولا مكاتب الناس باش تجي وتجيبوا نساكم باش تخدعوا الناس، يعني الحرمه حرمه. المهم قلت له انا المهم انا احسن الظن، هذا طبعي، وربي ويبين الامور. قلت له خليها على ربي، الا قلت له دخلت العتبه هذه بالنيه الصافيه راك تنجح، ولا دخلتها بالخدع راك ما تربحش. قلت له خميرتك والله ما تطلع. قلت له راني كي قلت انا راني من سلاله شريفه مش نتمسخر. قلت له احنا عندنا كرامات والحمد لله، ربي يفضح لنا الناس في البدايه، لكن عادوا اشرار ولا ضدنا. انا لحد الان ما بان لي والو، انت عرضت عليا مشروع وانا يا حبيت نعاونك فيه في سبيل الله في سبيل الوطن، باش نوعيو الناس، باش ما تبقاش الاعلام الزوافي مسيطر على عقول الناس، هذا هو الهدف نتاعي وخلاص. قلت له باش دير حزب دركا انا ما ننصحكش، لانه الامر صعب ويطلب اموال، يطلب جري، ويطلب كذا، الاحسن انك دير تنظيم. نصحته قال لي كلام معقول صح. قلت له دير تنظيم، لم فيه اصحابك وناسك وخدموا ولموا بعضاكم، لانه تنظيمات وهيكلتها هي اللي تكبر اللحمه، هي اللي تقوي اللحمه وتكبر الكتله. اقتنع بالكلام، خلاص اتفقنا مليح. قلت له بصح نزيد ناكد لك على حاجه قلتها لك بالامس، قلت لك بالك بالكم بالكم تستعملوا هذا المقر في الحرام، بالك وديروا علاقات. يا استاذه قال لي كيفاش، انا كانت زوجته معنا وصحابه معنا. قال لي يا استاذه كيفاش انا الزوجه تاعي انا متزوج وهادو صحابي متزوجين. قلت له ما نهضرش عليك، هذه حتكون مؤسسه، والمؤسسه فيها اختلاط وفيها ناس تخدم نساء ورجال، يعودوا يغفلوكم ويديروك شي حوايج مش ملاح. يا ولدي يا ما احنا قلت له باش نوصيك من درك، احنا السلاله نتاعنا والعتبه نتاعنا ما يربحش فيها حتى واحد يدير الحرام، راهي هذه تكسر لكم كلش بغض النظر عن كلش، هذه بركه. والعتبه تاعنا احنا، العتبه تاعي انايا نعيمه بنت الغليمي، حنا السلاله نتاعنا ما تقبلش الحرام، ما تقبلش الربا، ما تقبلش، وحنا ما تصلح لنا حتى حاجه فيها الحرام. صح. قال لي مهنيه استاذه، كون كي مهنيه ما كان حتى مشكل. قلت له خلاص على بركه الله ومبروك عليكم. قال لي وقتها نهزو وتعطينا المفتاح وشكلو المفتاح وقت ما غدوه ولا تفاهمنا بالسبت نظن هكا. قلت له روح تدي المفتاح وروحوا هزوا الاثاث هذاك، وبربي ان شاء الله نزيد نعاونكم بحوايج اخرين. راحوا للمقر عجبهم فرحوا به، حتى كي هزوا الامور هذيك داوها صور دار لايف قال فوالا عاونوك. بصح انا شرطت عليه شرط اخر، الشرط هذا قلت له ما نحب حتى واحد يعرف اني انا المتبرعه بهاد الشقه وبالاعانه اللي حنقدمها لكم، خليها بيني بين ربي سبحانه باش تصلح الامور. قلت له روحوا خدموا انتم احرار ما علينا. قال لي مادام عندك وليدك راهو، باسكو انا قلت له عندي واحد ولدي صح مختص، قلت له تحبوا يعاونكم راهو هنا. قال لي ماذا بينا على بركه الله. زاد جا واحد اخر تاعنا، هذاك مقدم، هذاك صحفي قدم حتى في الشكل تاعو جميل وكامل. قلت له تحتاجوا تاني مقدم في بعض الحصص يعاونكم، المهم نتوما احرار مادام ما نضغط عليكم. انا قلت لكم قدم لكم يد الاعانه بشريه وماديه وعينيه، اللي تحتاجوه تفضلوا، والله على ما اقول شهيد، والله على ما يقول شهيد،
والولاد اللي يدخل بيهم عندي في حجره يخاف عليهم، لانه انا هضرت معاه بالنيه ودخل العتبه شريفه وطاهره وعتبه ما تقبلش اللي يخدعها. المهم كي تفاهمنا وخلصنا قال لي ما ندخلوش في تفاصيل بزاف. المهم تفاهمنا على هاد الشروط اللي قلت له: الاسلام، العروبه، الاعلام، الوحده تاع الوطن، طبعا المؤسسه العسكريه ندعموها افون، ندعموا كل من يدعم المؤسسه العسكريه، وبالكوا بالكوا تمارسوا كش حاجه حرام في هاد العتبه، راكم ما تربحوش عليها وراه يفزل لكم كلش. المهم هذه هي جاد المفتاح، راحوا شافوا لمو، راحوا هزوا الحوايج داوهم، قال لي ها كلهم كاش مشكل اللي تحتاجها راهي يعني هنا. قال لي انا حابين نديروا لو ديكور ولازمنا نديروا كذا وكذا وكذا، واش استاذه كان تعاونينا. قلت لهم شوفوا ما ديروش بزاف لي طرافو اول تعطلوا. ثاني شيء قلت له انا، قال لي انا لقينا ان ديكوراتور متبرع، لانه هما كي كانوا يلموا في الحوايج ويدير في اللايف الناس بدات تمدلو في الاعانات، بدا يجمع في الاعانات العينيه والماديه، والناس بدات تتبرع حتى بالمجهود نتاعها. كاين واحد منهم قال له انا راني شويه ديكوراتور، انا جو سوي لا بور فو زيدي، راني نجي باش نعاونكم تشريو لي غير السلعه. كلمني قال لي واش يقول سيد واش يقول سيد، انا ما عندناش باش نشريو السلعه. قلت له السلعه عليا انا نشري لكم السلعه، هو يخدم لكم بيدو حنا نشري لكم السلعه. اتصلت به قلت له شوف السيد هذا باش يروح يشوف يشوف الشقه ويشوف الى واش يحتاج سلعه باش نمدو له يروح باش نشوف قداه نعطيكم باش تحطوا تشريو السلعه. قال لي ايه صح، انا اللي نخدم عندي انشغالات واجتماعات ولقاءات، وفي الليل ظن نهار الحد ولا الاثنين واقيلا نسيت الاثنين، استغفر الله يا ربي الله اعلم ما قيلها بالاثنين. نهار الاثنين في الليل خرجنا انا وسيد صالحي ندورو عيط السيد قال لي جا متاخر. ايه اونت بارونتيز نرجع لكم الساعه الخلف شويه، نهار كانوا يديروا في اللايف هذاك وبدات الجماعه تكتب وتقول لهم ديروا، على فكره هو نحى اللايف من الحساب نتاعو من الصفحه، لكن حنا راهو مسجل عندنا اللايف هذاك، اللايف هذاك راهو مسجل عندنا لانه هذه خدمه لجنه الاعلام نتاعنا تسجل كلش. بداو الجماعه قاعدين يعرضوا عليه في الاعانات الله يكثر خيرهم، ناس وطنيين يحبوا الخير، يقول لك بلي هادو الناس حابين يديروا الخير نعاونوهم لما لا، هما مشكورين على كل حال. بداو قلت لكم الناس يهضر واحد معاهم بومرداس، هضر معاهم بومرداس باقي يقولوا انا رواح نعطيك مقرب 500 متر وخير من هذا وكذا 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 وكذا. دخلت انا البروفايل نتاعو لقيته ضد الانتخابات، ضد المؤسسه العسكريه، ضد 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 ضد، كارثه زواف في مقطر. كي خلص اللايف تاعو بعد عيطت له قلت له يا ولدي لا شومبغ اللي لقيتها هي مش مغلوقه، هذيك حلها برك حلها بالباسبارتو تتحلك، باسكو قال لي مغلوقه كي شفتو في اللايف وهي مش مغلوقه. قلت له اي محلها هاي تتحل، وقلت له هذا السيد اللي عيط لكم بومرداس بالك تتواصل معاه، لانه هذا انسان راهو ضد المؤسسه العسكريه، وحنا من الاهداف نتاعنا اعانه المؤسسه العسكريه والمسعى نتاعها، حنا اللي يمشي ضد المؤسسه العسكريه وضد الانتخابات ما نمشوش معاه. قال لي لا وانا نعرفو هذاك وراهو انسان نقدروا نجلبوه لينا. قلت له حسب الصفحه نتاعو حسب الحساب نتاعو هذا ماشي في خطه ومامور مستحيل يجي معاك، ما علينا. الصباح انا توسوست، لانه الصباح توسوست على زوج حوايج، كي قال لي على احنا ديجا هي افكات يعني كي نزيدو نقصوا منها بيت نديروها للمبيت واقامه، وخفت انا خفت صراحه انه باش نديروها حنايا تما غرفه خاصه قالك انا باش كون نحب نجي انا وليداتي ولا الزوجه تاعي ولا صحابي والزوجه تاعهم. حق انا زوجي سمع الهضره هذه قال لي احذري الحكايه هذه انا ما ارتحتلهاش. صباح ربي عيط له والمكالمه راهي مسجله. هضرت معاه من بعد قلت له شوف انا نقول لك حاجه، قلت له
هاد حكايه المبيت تما وكامل وكل يحب يجي. لا قلت له كان كاين واحد يبات خدام من بعيد باين خدام في المؤسسه، قلت له تجي يقعد يبات باينه وتعطيه الشروط، لانه حنا قلت له الجيران اللي تم كامل جامي شافوا حاجه مش مليحه على دارنا، حنا ماذا بينا تبقى المكان يبقى نظيف. قلت له تاكد من الشخصيه تاع الانسان، الانسان نظيف ما يجيبش يعني ما يديرش فيها لقاءات غير اخلاقيه والى اخره، ذلك وعلى بركه الله. قال لي ما تخميش يا استاذه ما كانش مشكل ان شاء الله ما علينا. هز يظهر لي السيد كي هضرت له انا الهضره هذه، ما عجبوش الحال، قال لي مش حابه نديرو بيت الرقاد. قلت له ما تديرش، خلاص ما تطمع الناس، ما يشوفوا غدوه مداير لهم بيت تاع رقاد، ما يولي واحد غدوه يجيب لك ما نعرف واش، من الاول حط فيها ماتريال مكاتب منا باش تخدم تربح، ما ترخليه الواحد اللي يجي مثلا المداوم على هذا اللي اسمه. وهدرت له قلت له يا ولدي انا راني من 2012 وانا عندي مشروع نتاع قناه فضائيه مش غير الكترونيه، وهاو يذكر الاعلامي حاجي، الاعلامي طاهر حاجي هو اول من تكلمت معاه في المكتب نتاعي السابق في بير خادم، لما قلت له نديرو قناه فضائيه، وقال لي في ذاك الوقت قلت له شحال تسقى منا، قال لي تسقى منا واحد المليار سنتيم نديرو، قال لي غير استوديو برك ونديرو الكريو في ساتيليت ونديروها، قال لي كوراج استاذه وهياي ما علينا. في ذاك الوقت عيطنا لواحد مستثمر قلنا له واش راي، قال انا نعطيكم حتى نقدر نساهم باكثر من مليار سنتيم، انا معاكم نديرو قناه. ومن بعد دخلنا في متاهات اخرى وما كتبش ربي، زدنا بصح حنا درنا قناه الكترونيه، القناه الالكترونيه اللي درناها سنه 2012 واللي فيها كل نشاطات الحزب. هذيك القناه طبعا واحد من اللي كانوا معنا في الحزب في اللجنه في الاعلام بيراطنا، راح مع حزب واحد اخر وبيراطنا كل المحتويات نتاع الموقع نتاعنا اللي كانت هي اصلا موجوده حتى في الموقع نتاعنا. المهم دائما عندنا قناه البيان هذه موجوده وكل مره نطوروا فيها ونزيدوها، ساعه تحبس ساعه تمشي وهكذا، لكن في راسنا مشروع، لان الاعلام راهو السلاح قلت لكم اساسي وضروري باه تقدر تنجح في توجه الرؤيه السياسيه نتاعك. ما علينا، كي وصلنا نرجع لكم، هذه فتحت لكم قوس برك، لكن حنا تبقى دائما عندنا، لكن انا ما كنتش انانيه، انا قلت لهم مادام نتوما عندكم تسميه ومادام نتوما حابين نديروا مشروع جديد تاع مؤسسه اعلاميه على بركه الله، انا عندي مشروع واحد اخر ونتعاونوا ان شاء الله وما كاينش مشكل. صح الحمد لله كلش راهو بالدالي، كلش بالتسجيلات، كلش بالكاميرا، كلشي باللايف، كلش موجود، كلش بالدالي. يروح السيد هادي وقتها اثنين نهار ثلاثه قلت له ارواح باش تدي نفتح، قلت له باش تدي البلاطري باش تشوفوا واش تخدموا باش نعطيكم دراهم تروحوا تشريوا السلعه. قال لي اني مشغول حتى العشيه باش نقدر نجي. معليش مش غندخل في اموره الخاصه. مشى السيد، راح وين راح؟ راح لعند السيد هذا تاع بومرداس، بعد نقولكم شكون هو ونعطيكم البروفايل تاعو. راح ليه طمعو قالو 500 نعطيك لاف ونعطيك هادي ونعطيك هادي ونعطيك هادي ونعطيك هادي وندير لك المهم معليش نفرضو ويعطيك، بصح هذا وماشي ضد التوجه السياسي تاعنا، الرؤيه تاعنا راهو ضد العسكر، ضد المؤسسه العسكريه، ضد القايد صالح، ضد الرجال اللي معاه، ضد الانتخابات. كيفاش تحط يدك في يده؟ حقنا كما يقول الاخر تشكني قلبي، نقطه سوداء طاحت في قلبي، بصح ما قلت والو، انا ما يجيش العيب مني. المهم كي جا قال لي انني كنت مع تاع بومرداس وما نعرف شنو وهكذا، قلت له علاش رحت لانت تاع بومرداس؟ قال لي رحت باش نشوفه كذا ومن هيك، وبصح حقه وقال لي هضره، قال لي ما على باش ما ندخلكمش في تفاصيل باش ما نقيس العائلات ما نقيس حتى والو. المهم قال لي هضر لي على الزوجه تاعي، ما راني ما تفاهمتش معاه، هو سي با فري بيان سور كاش منها. المهم زعما باش ما نقولش انا بلي راهو، لكن السيد شرط عليه، قال له تهاجم نعيمه صالحي تروح رمي لها المفتاح وهاجمها وانا ينبدلك واش تحب، باش تعرفوا مليح هادو الناس اللي يدعوا الاسلام والنوفمبريه واللي كانوا في لا غراند بوست باش ما تتمنوهم. المهم وانا جاتني اخبار عليه وقالوا لي ما يصلحش، وكي ما تقدريش تخدمي مع استاذه او انسان ما يصلحش،
ما يصلحش. ما علينا، مشينا رحنا، انا قال بنيتي قاعده نهضر معاهم، قلت له فلاني جيت ندي حويجات هكا خاصين كي كانوا في صال دو بان كامل، نهزهم نديهم وعلى بركه الله عندكم نفتح وتفاهموا بينات بعضاكم وخدموا، شوفوا لو بلاتري هدايا واش لازمكم نشري لكم السلعه، هو يعاوننا المتطوع وبركه الله يلا بسم الله. قال لي هكا بعد، قال لي شوفي يا استاذه انت يا جبل نتاع لويز ما نبيعكش به، ولكن ما نقدروش نخدمو في هذا لابارتمون لانه الناس عارفه بلي انت قلتي ما لازمش يعرفوا بلي راني انا ورا هذا المشروع ومش انا اللي دعمته، وبصح الناس هنا يعرفوك والجيران. قلت له تا قول لهم اني كاري، قلت له قول لهم اني كاري سهله، قلت له قول لهم اني كاري وخلاص. بدا يتمل من كل مره يهضر سبه، كل مره فهمته انا ايه خلاص ما عليناش. ايه قال لي بصح انت يا حبيتي تدخلي في امور تاعنا وقلتي لي انا قلت لك نقسموا هاك، وانت قلتي نقسموا هاك، وقلتي لي قلت لك نديروا غرفه هذه قلتي لي ما ديروهاش، وقلت له هذه داخله في اطار المفاهمات الاولى تاعنا، هذا مقر عمل ماشي مقر لقاءات ومبيت. قلت له خاطر كي تولي تاع مبيت تولي مدير لي شهر مشومبر لهنايا للجماعه، غدوه تبات انت ومرتك وغدوه ما عرفش يجيب لي واحد اخر. الوغ قلت له انا قلت فهمتك الشروط الاولى نتفقوا عليها. المهم فهمت باللي ما عجبهمش الحال، ونزيد نقول لك يا صاحب القضيه اللي نهضر عليها، راح نفوت مرح قضيه، راح امر خطير جدا درتوه والجيران راهم شاهدين عليه، وما راحش نهضروا درك، لكن لما يتطلب الامر راح نهضر مع عليه ونفضحك فضحه لما علام عند الله خبرها، لانه انا جيتك بالملاحه وانت انسان ندل وما تحشمش، وتحديتك كي نزلت عليا المنشور قلت لك نتحداك، واتهمتني بالباطل وقلت باللي حاب تركب على ظهورنا. حط مليح يا ابن يا عبد الله يا عبد الله، مش اسمك عبد الله، يا عبد الله اعلم جيدا انه نعيمه صالحي وامثال نعيمه صالحي نهار يحبوا يركبوا ظهور، يركبوا ظهر الفرس الجاموح ماشي ظهور البغال، حطها مليح في راسك هذا، ولا راك تسمع فيا راني نوصلك. انا ما بقاش نهضر لك لاني ندرتك وحذرتك وقلت لك احذر كما تشوف خيري احذر شري، اياك تفصل على طرف. حبيتوا تنسحبوا رحتوا مع الزوافي هذا الله يسهل عليكم، خيرتوا الزوافي على النوفمبريه روحوا الله يسهل عليكم، انا درت فيكم الخير. اما باش تجرحني ولا تقيسني بس كان متاكده وعلى بالي به بلي راح يحرشوا عليا ورايح يغريه ويقول له اتاك، لانه ما عنده حتى حاجه تخليه كما صرات مع بول الخريبات بول هكذا اللي يحكمهم يقولوا له اتاك نعيم صالحي باش يطمعوهم يمشي يطاكيني. قلت له اني ما نسمحلكش بهذه، اياك دير غلطه هذه، قلت له راني نريبك ونفضحك ونعريك ونخليك كما عرفت نفضح لي زواف نفضحك انت كامل، تجي انت فيك انت تحير لي فيك ما علينا. المهم هذا السيد قال لي هذا، طلبت منه بادب قلت له اسحب هذا المنشور لان المنشور هذا، قال لي مش كاتب اسمك، قلت له غيزون دو بلوس باسكو، قلت له كان كتبت اسمي يكون عندي رد فعل واحد اخر وعندي حق. قال لي روحي للعداله، وقلت له اكتب اسمي في المنشور دوك نروح للعداله ونفضحوا كلش. طبعا هو ما الى في با لو كوراج باش يكتب اسمي لانه على باله باللي راح نجبدو وراح تفضح الحاله وباللي راهو محتال وباللي راهو دار اللايف وقاعد يقول باللي مدولي وداروا لي كما جا قال لي انا، بصح انا ما صدقتوش. على كل حال انا حبيت نعاونو وخلاص. ومن بعد هو صارحني قال لي والله ما نسعى والو، والله واحد ما مدلنا حاجه يا استاذه، اني غير برك نهضر برك نهف برك. قال لي واش هو كان غير الشاب هذا مول ماتريال يعني لي كاميرا وكامل برك اللي راهو معانا، ابارسا والله ما عندنا حاجه. قال لي حتى الصوارد باش نبداو ما كانش. قلت له انا لي هنا رقبتي ها سداده فحله، انا قلت له راني على المشروع الوطني نوفمبري نبيع قشي، قلت له ما تكسرش راسك، قلت له نبداو انطلاقه ان شاء الله ويجيب ربي الخير وتكبر المؤسسه دي وتولي عندها فروع. لكن واش كنت نخمم فيها انا واش يخمم فيها، سي با لا ميم شوز. ما علينا، من الناس اللي جابهم قدم لي واحد قال لي هذا باباه جينيرال اكتيف. سيد
ما قلت والو انا، لكن من حقي نتاكد، من حقي نتاكد. لكن هو كان حريص انه ما نعرف الاسماء نتاعهم بالكامل، ما نعرف الارقام الهاتف نتاعهم، ما نعرف لي فيسبوك تاعهم، وهذه علامه استفهام. انت يا واحد حيعاونك ويمدلك، انا من حقي نعرف شكون الناس اللي معاك. سيده ويقول انا ولد جنرال، ولد جنرال وجنرال اكتيف، فنظن. المهم السيد الاخر مصاحب القضيه يقول بلي انا راني مع المؤسسه العسكريه، وراح برجليه البومرداس عند واحد ضد المؤسسه العسكريه، ضد القايده اللي يسب فيه، وضد الـ 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 الانتخابات وكل شيء. وانا نحط لكم في الوسمون بعد الرابط نتاع هذا السيد، وتشوفوا بعينيكم كلش بالدليل. المهم ما علينا، كي جا هذاك لو ديكوراتور اللي قال لي سي ان ديكوراتور بروفيسيونيل، قال لي كان خدم مع لي اسبانيول وما عرف شكون تاني وكندا ولا ما نعرف شنو. ايا قلت له بيان دوك يدير لكم ان ديكور هاي، انا كنت نشيلو السلعه كما يحب. قال لي تحبي يا استاذ حتى مره خلاف يخدم لك في دارك ولا؟ قلت له ان شاء الله ان شاء الله. قلت له لا خدمته مليحه وكامل، قلت له ياكل خبزه معنا مش مشكل. قلت له هنا يخدم لنا متطوع، وكي نحتاجوك قلت له كاين بزاف جماعه يحوسوا على ديكوراتور اللي ملاح. هو بعد عرض عليا قال لي نعرف ندير ديكور باش تشوفه، الي ديكوراتور وجابوا ان ديكوراتور كي تقول لها، بصح حنا في الاول على اساس هو اللي حيدير ديكور. قال كانوا جو سوي ديكوراتور، وكي جا عندي لقاني عندي كلكو طرافو هكا، واحد خديمه هكا حدا، قال لي نخدمها لكم تخدم لي يا اخي ما نخدم لك. قلت له انا عندي خدامه نتاعي خدمت معاهم، منين ندير حاجه نعيط ليكيب تاعي تخدم لي. المهم متفاهمه معاهم ويعرفوا لو ستيل تاعي. المهم هذاك الطفيل انا هضرت معاه قال لي استاذه، قلت له لا عندك ولا عندك يعني دي زيشونتيون هنايا باش نشوف ابيبخي، انا باش نتاكد باش نشوف الا كان صح رايح يخدم ان ديكور مليح للمؤسسه ولا. قلت له لا عندك ان ديكور ولا عندك نماذج يعني درتها ولا؟ نعتها انا تكاكا الطفل وقال لي ما عنديش، انني مبتدئ، اني جديد، اني جديد تما، راني خدمت شويه برك مع واحد المؤسسه هكذا، بصح انا باش خدمت انا ونجزت ودرت انا دي اول مره حنخدم. قلت له معليش مشكوره على كل حال لا باس بذلك. اوتوماتيكمون لانه المكان اللي كنا فيه في هذاك الغرفه هذيك اللي كنا فيها ما فيهاش كاميرا، سو كيفي ماشي كما في المكتب الاول اللي جاوني فيه، الناس اللي تجي عندي كامل نصوروهم ونعرفو، بس لانه هادو الناس دخلوا عندي ولازم واحد باش ما يكذب علينا ما يكذبوا عليه، يحب يهضر ولا يحب يفتري تجبد الشريط تشوف كلش. انا الحق هادوك نعرفهم، هادوك مصورين عندي، لكن الاخر ما نعرفوش اول مره شفتو. هزيت الرقم تاع الهاتف نتاعو وحبيت نهز الصوره تاعو باش نحطها في الكونتاكت، احتج ما حبش، قال لي لا ما تصورينيش. كيفاش نتايا علاش ما تصورش؟ قلت له بصح ما فيها والو، قلت له باش نعرفوك حنايا غدوه، قلت له باش نشفاو عليك. قال لي لا انت امتنع ما حبش يصور. قلت له خلاص براحتك. ايا حطيت علامه استفهام اوتوماتيكمون عادي راح خرجوا. المهم لقيت الجيران وحاجه اخرى ما نحكيهاش اليوم دركا هذه، لكن عند الضروره نحكيها، والناس راهي شهود وجيران كانوا شهود. ما نحكي درك والو هذا الامر يا سيخونا يا اللي حاب تحتال علينا احنا وتحتال بينا وباسمنا وتحتال وتحب تدير تردي زواف على حسابنا احنا وما حشمتش وما قلتش عيب علينا المراه دي بادرتنا بالخير وما بادروهاش بالشر، ولا حبينا نروحوا مع جهه اخرى ما ناذيوهاش، يعني شيرهم سجل. لكن انا خاطر في حلي عليكم ما نهضرش في الموضوع هذا درك، لكن عند الضروره نجبد لك هذا الملف هذا اللي جبدته من القضيه وما حكيتش عليه. اوكي هذا السيد ما علينا، حق كي عاد خارج عطاني المفتاح، حكمت المفتاح عندي وانا اللوش بدا يظهر اللوش راح ديجا انا لو في انه راح لعند واحد كيما هذا اللي تعبو مرداس خلاص راحت النيه، فقدت فيه الثقه.
بس كده انه اللي عنده مبدأ ما يحطش يده في يد واحد ضد المؤسسة العسكرية وهو يهضر يقول انا مع المؤسسة العسكرية، ده منافق. والانسان هذا اللي راهو يقول انا ضد الزواف وضد كذا لكنه حط يده في يد واحد زوافي تاع 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 لا غراند بوست اللي مازال دوك يشوش ويدير في المشاكل. ابا حنا ما نقدروش. ديجا انا حشمت برك نقولوا نحبسوا كلش، هو عطاني المفتاح وانا احمد ربي. يلا ستين دهية الغدوة من داك ولا في العشية في الليل ولا كتب منشور يكتب فيه يقول باللي هاد السيدة حبت هاد الانسان اللي حب يدعمنا وكامل او حب يركب على ظهورنا. يا ولدي انت واش انت، اول حاجة لازم يكون في علمكم هذا الانسان حتى المستوى تاع الثانوية ما عندوش، باش تشوفوا الناس حال تهف. ماك جامعي، ماك اعلامي محترف، ما عندك امكانيات، ما عندك اتباع، ما عندك، تهف الناس وضل تكذب على الناس. حنا سكتنا عليك وقلنا خليه نعطيه فرصه يطلع روحه وينظم روحه، هل معنى هذا انك انت تولي تكذب علينا حنا وتهاجمنا؟ ومع ذلك ما خرجتوش العيب خلاص. هضرت اتصلت بيه قلت له ولدي علاش شو المنشور هذا؟ قال لي المنشور هذا قال لي ليك. قلت له بصح هذا افتراء، قلت له انا لا ركبتكم لا حاولت حتى باش نستغلكم، واش غنستغل فيكم؟ ها قول لي برك انت واش عندك حتى نستغل فيك، فهمني واش عندك. محترف، عندك شهاده تاع اعلامي محترف ما عندكش، عندك مال ما عندكش، عندك جمال ما عندكش، واش عندك؟ فهمني واش عندك حتى نستغلك انا يا اخي. ظهر لي انت اللي جيت طلبت الاعانه واش انا. ما علينا، حبيتش نجرحو انا ما هدرتلوش الكلام هذا، لكن في قلبي قلته له ليسونسييل. قال لي قلت له نحي المنشور هذا وما ندخلوش للعيب مش مليح. ايا قال لي دوك نحيه، ما نحاش. عاود عيطت له اون اوتر فوا دي مانيا غادوك تاع واحد يدير لو بارلور ودور به جماعه وشوفوني عيطت لي نعيمه. صحيح نعيط انا، قلت له نعيط للكلب والقط والفار والجربوع والناس الكل. انا كي تعود عندي حاجه في بالي نهضر عادي، انا ما عندي حتى مركب نقص، انا انسانه واثقه من نفسي واحس بداخلي اني سلطانه، فما تقدر تزعزعني حتى حاجه. نهضر مع البسيط، نهضر مع الغني، نهضر مع الفقير، نهضر عادي. قال لي يا اخي انت اللي اتصلتي بينا واتصلتي بيا وقلتي لي ارواح باش نتعاونوا. بون انا على بالي بحال حالو بارلور وينعت في روحو. قلت له ايه صح، قلت له انا اللي اتصلت بك وانا هي، ما حبيتش نقولوا بلي نتوما اتصلتوا وبعث لي الناس انديريكتومون من نابسك، حبيتش كسر راسي. قلت له ايه انا اتصلت بكم، قلت له انا اتصل بالكلب وبالقط وبالفار وبالمليح وبالحاير، المهم اللي نلقى عنده فايده تخدم القضيه النوفمبريه الباديسيه. اوكي ولا مش اوكي؟ قال لي اه احنا مالك لابو منا. قلت له نحي المنشور تاعك. قال لي هذا امر، الا كان امر تاعك خليه ليك، دخلنا في الوقاحه. قلت له هو مش امر ولكن هو طلب، ولكن ضروري نحي هذا المنشور لانك راك كاتب عليا. قال لي ما كتبتش اسمك. قلت له ما كتبتش اسمي غيزون دو بليس، طاحت راحت نحيه وانا راني. قال لي روحي للعداله، بدا ينعت في روحه زعما كان اكيد كان ماهوش مع وحده وحاب يهف الناس. وانا كي هضرت معاه من قبل قدام كنت نصحته بحكم عندي تجربه، وحنا اللي لداخل نعرفوا العقد مليح زي ما تركب ماشي كما اللي برا. قال لي انا وكذا وحبيتي طيحي بيا قدام صحابي ومنها. يا ولدي قلت له طيح بك شكون صحابك انت وانت شكون ساعه؟ قلت له انا نصحتك، انا نعت لك، انا بحكم تجربه، انا اكثر منك سنا واكثر منك مقاما واكثر منك تجربه، فنعت لك. درك تحب تاخذ بالنصيحه ما تاخذش بالنصيحه، انت حر. ما عجبتكش ان احنا نعاونوكم ولقيت بسبب سبتنا تفتحت لك الابواب، مبروك عليك وروحي الله يسهل، لكن ما تعرضش لينا احنا. المهم قال لي احنا خلاص خلصنا الهضره بيناتنا، سي بون سي بون، دوك نحي المنشور وانسى انت نسينا وحنا ننساوك على بركه الله، انسانا وننساوك، وما نحبش نسمعك تهضر عليا بالسوء ولا الحزب نتاعي وتربح. المهم طبعا نهار طول شفت كل ما نضربو طله
كلفت سنه كنت مشغوله، قلت لهم شوفوا طلع نحى المنشور ما نحاش المنشور. زاد من بعدها زاد دار امور اخرى وهكذا. ليسونسيال بقى مصر على انه قاعد يخلط، وهو بصح الشيء اللي ما يعرفوش عليا بلي انا عمري دخلت معركه وانهزمت فيها، مهما كان الخصم تاعي كبير فما بالك بخصم مثل هذا. ودائما وابدا اللي ما درت فيه خير وما عاونتوش حتى كيجيسني ما يهمنيش فيه، لكن اللي نقدم له يد العون وندخل معاه بالنيه الصافيه ويجيسني نحقد عليه، خاصه الى بقى يكمل باش يحب يأذيني. فيا ولدي امشي على قدك، امشي على قدك، حنا لهنا ما جايينش باش نتحاربوا. درك انت عندك توجه انت عندك توجه لانك انت باطني، وتلعبها وتهضر باسم القران وتبدا بالقران وتنتهي بالدعاء، امرك مكشوف. انا لحد الان ما قلتش اسمك، واللي يفهم الفاهم يفهم، انا لحد الان ما قلتش اسمك، لكن اقسم بالله الذي لا اله الا هو، وزيت تعرض ليا ولا لجماعتي ولا للحزب نتاعي ولا لكل من يتعلق بيا نفضحك فضحه. واللي قلت لك خليت لك الملف الاخر خبيته لك، ما حبيتش نزيد نفضح اكثر، اقسم بالله غير نفضحك فضحه ونديك للعداله ونعت لك مليح الاحتيال والاموال اللي راك تلم فيها باسم الاوهام نتاعك والمشاريع الوهميه، وراك تحتال على الناس وراك تجمع في الاموال عن طريق الاعمال الخيريه، وراك فاهمني. انا نظن واحد كيحب باش يدير مؤسسه يعدي يروح يدير ان ريجستر دو كوميرس ويروح يدير ان كونت بانكير ويحكم، قال انت دخل بعثنا الاعانات الماليه يعني السيوله ولا العينيه، اما باش تلموا سوارد بهذه الطريقه وتتصلوا ودير بينا حنايا الطريق باش قال ما قال حنا هم مدونا الاخرين يزيدوا يتشجعوا يمدوا لكم وهذوك يمدوا لكم وتاكلوا في الناس واموال الناس وتحتالوا بطريقه غير قانونيه وتجمعوا في الاموال بطريقه غير قانونيه، راك تروح للحبس باش يكون في علمك. وما تلعبش في حومه الغوله وما تلعبش في حومه نعيمه صالحي، الزواف والدوله العميقه والتوفيق داخل في الراس نتاعو باش يقدر يحكم عليا حاجه قد هك، وما قدروا حاولوا باش يكسروني كما كان الحال، ولكن والو ما قدروش يكسروني لاني عندي اراده فولاديه والطاقه تاعي متجدده، طاقه متجدده عندي، ولا ناض لي عدو التم. لكن كون انا يهدنت شويه وقعدت، انا اصلا برجي عقرب، برجي عقرب ما نظلمش، واللي يظلمني خلات عليه والسعة تاعي تعموت. انا راني ما نظلم حتى واحد، والعقرب راهي لابدة في شوكتها ما تتحركش غير لكن نغزوها. انا راني الطاقه تاعي تضاعف اضعاف مضاعفه الا نض ليا واحد ظلمني، راني نتقعد له ولا تقعد له يا ويل ويل وسواد ليلو مني. وهاني باش ما تقوليش كي هددتيني في الخفاء، راني نهضرها لك فيها على العلن، وراني نتبعك في القضيه هذه، وراني نرفع عليك دعوه احتيال وتهجم، وبلي راك جيت تحتال عليا ونزيد لك القضيه الاخرى اللي عندي شهود نتاعها واش عولتوا ديروا في هذا الشقه هذه. ما تحشموش، زيد صح في وجهك وتكتب، تكذب عليا انايا وليت انا اللي واش تركب واش نركب. خليتش انايا كبار القوم والناس اللي لاباس عليهم واصلين طيشتهم وحاربتهم ونركب انايا واش حتركب؟ واش من ظهر عندك حتى نركبوه حنا؟ فيقوا شويه مع روحكم بركاو من الهفان. والمشكله انا غاديني واش اللي غاديني؟ غاديني الناس اللي راهم مصدقينك وراهم يعلقوا وراهم يأيدوا فيك وما على بالوش بحقيقتك. مالا هاد الناس كامل انا نفضحك قدامهم ونخلي كما فضحت ناس اخرين ونخليهم يلعنوك. يا اخي حاولوا جماعه اخرين وحبوا يهاجموني وفضحتهم، ودرك روح دخل لي لايف تاعهم ولا دخل الصفحه تاعهم لقيت واحد يشكرهم. فهمت؟ نظن راني شرحت وفيت وكفيت، وبالكم بالكم. وديجا انا كون نرجعوا للصح انا ما حبيتش نرجع لهضرتي برك باش ما تقولش هي عنصريه وكي عرفتني بلي راني من منطقه معينه ولا دارت عليا، لانه اللقب نتاعو تاع واحد عربي هو بصح الاصول تاعو ماشي عربيه. انايا مرا في حلا وما نرجعش على كلامتي،
كلامي، ولهذا ما حبش. اما انا كان بيك عليا، انا كي قعدت معاك الجلسه الاولى والثانيه فهمتك باللي راح يجيب في الشباك، بصح مع ذلك قلت نعاونك. معليش، لانه اللي يجي يقول لك انا باللي عيط لي تبون ورفضت باش نمشي معاه، وهو في اللايف تاعو يشكر فيه ويأيد فيه ويقول لك انا عيطولي من مديريه الحمله الوطنيه تاع تبون، مترشح تبون، باش نمشي معاه وما حبيتش نمشي معاه مرفضت. فاهم روحك انتك تأيد في السيد، وراك تضل نهار طول وانت داير لي لايف وتأيد فيه، كيفاش ترفض تخدم معاهم؟ انا احتراف الكذب، افتراء الكذب، احترافيه يا دين الله، احترافيه. هاو علاه يا جماعه، شكرا الاخ بالهتهات، هاو علاش حنا نوفمبريين ما قدرناش نوصلوا، لانه يدخلوا في نصنا الكذابين المحترفين الكذب. حنا مربيين، حنا مربيين، ولكن هاد الناس ما عندهم لا تربيه لا دين لا مله لا خلا دار ما ليهم، ونلقاو روحنا ونزيدو نحشمو حنا منهم ما نحبوش نفضحوهم. لكن انا قررت دركا اي واحد يدنا ليا ولا يحب يهف بيا ولا يهفني انا شخصيا، راني نفضحو نفضحو الروح معاه وين ما يحب. واني قلت لك انا نرفع عليك دعوه احتيال، يعني محاوله احتيال، كلش راهو مسجل. واش الجلسات اللي درناهم فيه زوج في عندي في المكتب راهو مسجل، ولا بروف لا ثوازيام فوا كي جيت حبيت تشوفني ما حبيتش نشوفك، وكنت قاعده وما حبيتش نشوفك لاني التمست فيك هفان بزاف، واني فحل عليك ما حبيتش نهضر بعض التفاصيل هضرتها لي ما حبيتش نهضرها، لاني هنا ماشي باش نفضحك انا كشخص، انما باش نفضحك كمحتال، كمحتال داير اللايف. نحيتو، نحيت اللايف، وانت تحسب فينا حنا راكدين على ودنينا. درت اللايف وحنا سجلناه، حنا سجلناه ما بارطاجينا بصح سجلناه، سجلناه لان نعملوا احتياطاتنا كلش، لاني من خلال الكلام تاعي معاكم وقعدت معاك وشفتك وكامل، فقد الاخوه اللي راهم معاك الا كان ماهمش عارفينك على حقيقتك، نقول لهم يا جماعه اجبدوا روحكم، انه هذا السيد يديكم في دهيه. بالنسبه للسيد اللي جا قال انا راني ديكوراتور وهو يقول باللي نهار جا للمكان، المكان ونهار تلاقيت بهم يوم الاثنين على ما اظن يوم الثلاثاء، قال راني جبت اختي ومرتي عم في السياره يستناو. نقول لك يا الاخ راهو القضيه هذه، يعني على بالي هذا السيد راه متهور، وانا راني نروح معاه لبعيد وراح نروح معاه للعداله، رانا حين نستدعيو الزوجه تاعك اختك باش يشوفوا واش صرا. فاذا كان حقيقه اختك وزوجتك انا مضطرين راح نجيبوا كل الناس حضرت في الحكايه تحضر. الا كان كذبتوا علينا وماهيش زوجتك وماهيش اختك وكاين ناس اخرين حسب الهضره تاع الجيران، راهو تروحوا تاني في دهيا، وهنايا رانا نروحوا معكم لبعيد. ونزيد نقول للجماعه تاعنا، للجماعه تاعنا يا نوفمبريين الحقيقيين، يا الاحرار يا رجال، ويا نساء الفحلات، ما تزيدوش الناس هادو يبردعوكم، وما يزيدوش يركبوكم، ما يزيدوش يكلحوكم، وما تسكتوش عليهم، وفضحوهم، افضحوهم، اي ناس تشوفوا فيهم الشك وفيهم هاد النوعيه هذه افضحوهم وبهدلوهم وعريوهم باش ما يبقاوش المدسوسين والخوانه في نصنا. يونا ما عينا بزاف، هذا جلوبالمون في الموضوع هذا. مضطره والله يا جماعه، والله ما عولت باش انا كي زادوا صباح قالوا لي وزاد نزل منشور، قلت والله غير نحطو عند حدو، هذا ما يحشمش نحطو عند حدو، حابني نعريه نعريه. انا ما عندك ما زيد تهضر عليا اكثر ما هضر عليا دي زاد. الكذب اللي خلق ربي كامل حطوه وخلصوه، درك حتى كي حبوا يكذبوا كذبه ما لقاوش، قالوا كلش على ضربه، حرقوا الكلبات تاعهم الكل. انا لا بيك عليا، انا ما عندك ما تقضيلي، ما عندك ما تقضيلي، ما احتل ما ما, ما احتليت علي، احتلت عليك، انتم اللي جيتوا تحتالوا عليا واحتلتوا على الناس بيا. ودير في اللايف وقال شوفوا الناس واش قدموا لنا ومنا باش دير في الخطط. والمشكله انه هو حكالي بعد قال لي انا ندير هكا بالدم باش الناس تزيد
كي قلت انت قلت في الـ في الوسمو تاعك باللي الناس راح تعاونك وكامل، قال لي انا نديرو هكا بالدمه، احنا والله ما زلنا ما دينا حتى اعانه، هذه اول اعانه هي تاعك، ولكن احنا بالدمه نديرو كما هكذا باش الناس تتشجع، لانه الناس قال لي يا استاذك على بالك يحبوا يزيدوا الماء البحر. هذه هي الحكايه. والصلاه والسلام على رسول الله، واياكم اياكم اياكم والظلم، انه ظلمات يوم القيامه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.